الحمد اي لولا المحبة يا المرحوم قاسم والله على الحياة الافراح ما جيت اي ولا الظهر يا من عليها يا كبر ماني اي الاولى بيتن الاولى بيتن على بيتن على بيت اي الاولى بيتن على يا بيتن على بيت الوتانية يا من ضمور اليامك المضيفاني الفرح مؤنس بليل تغواح الغنيط الله يا مش مدوم الغخلاني يا صواب على الفنجان زيد دلالها هاي ظهر العزي وحنا رجالها صواب على الفنجان زيد دلالها هاي ظهر العزي وحنا رجالها يا هلا يا هلا يا هلا هيا اللي على الفرسان شغل احمالها هاي ظهر العز واحنا نشعلها صطاب على الفنجان زيد دلالها هاي ظهر العز واحنا نشعلها يا هلا يا هلا من اخواني هلا هيا حياك الله يا من ضبر يا من فرح يا لها ظهر الفرح ديالها يا الله يا من ضبر يا من فرح يا لها ظهر الفرح ديالها صباب على الفنجان زيد دلالها هاي ظهر العز واحنا نشعلها صباب على الفنجان زيد دلالها هاي ظهر العز واحنا يا رهيب يا هلا يا هلا يا هلا هيا لا بالغفور والفرح لا بالضيمان لو سهلا بالضيم يشيل حمالها بنضفر يوم الفرح انا بالضيم يوم يوم فرحنا ورجالها صباب على الفرجان زيد دلالها هاي ظهر العز واحنا رجالها عزه والجاهلين الفرح يلبق لينا 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 يا حياك الله بين ضبور لبس فوحامينا يا الله بين ضبور لبس فوحامينا هاي شهادة شمة يا الوارد والميل عن ياسميني شهادة شمة يا الوارد ميل عن ياسميني شهادة شمة الوارد ميل عن ياسميني هاي لا برنا السيدة يا العرسل وفتا يا ضي العين برنا السيدة يا العرسل وفتا يا ضي العين Thank you.
ايوه حبايبنا اهلا وسهلا بضيوف اهلي طبور اجمعين. بدنا ندعي الضيوف الكرام حبايبنا ختياري وشباب كل الضيوف الكرام تكرمونا بدور دورتين على صف السحشي يا ميت اهلا وسهلا كل الضيوف الكرام اهلا وسهلا بكم تشاركونا على صف السحشي يا هلا يا هلا أيوة حبايبنا أخوان أهلا وسهلا بضيوفكم يا ميت أهلا وسهلا بكل حضور حياكم الله يا هلا يا هلا بدنا ندعي الختيار يا حبايبنا الضيوف الكرام السلام الكبار حبايبنا تكرمونا على السحشي يا ميت أهلا وسهلا بكل حضور وحسب الطلب حبايبنا أخوان بلاش هالشاي بالنص إذا سمحتوا حبايبنا صف واحد والرب واحد أهلا وسهلا بكم يا هلا يا هلا اخواني حبايبي بلاش هالشاي بالنص بلاش الوقت بالنص حبايبي اخوان اخواني حبايبي بلاش هالشاي بالنص اذا سمحتوا مسح للعريس اهل الفرح حبايبنا اهلا وسهلا يا
بكم متابعينا مشاهدينا عبر موقع بانت وقناة هلا الفضائية من عرس نجم فريق سيفيليا الأسباني من قاعة قانا جليل في كوبركنا، حيث عرس نجم مؤنس دبور الذي سنلتقيه هذه اللحظات ليشكر كل من حضر وشارك في هذا العرس. النجم مؤنس دبور، أولا ألف مبروك. يعني النجم بشكل عام هو نجم فريق ونجم الوسط العربي، والآن هو نجم هذا العرس. يبارك فيك، الله يسعدك وشكرا كثير. طبعا الأجواء حلوة والكل مبسوط، إن شاء الله كل الموجودين يكونوا مبسوطين عن جد، و يعني يوم مميز أكيد إلي كمان. تشكر كل اللي وصلوا وجاوبوا وباركوا لك اليوم، تشكر الجميع أكيد. طبيعي أكيد، لأنه أنا من غير محبتهم من غير دعمهم ولا إشي، فبالنسبة لي محبتهم ودعمهم حتى تواجدهم اليوم إشي كتير كبير، وأنا مبسوط فيهم زي ما هم مبسوطين فيي، والحمد لله على كل شيء. الناس بيقولوا هذا مهرجان مش عرس عادي. إن شاء الله يكون مهرجان، إحنا بأول السهرة وإن شاء الله يكون مهرجان. مبروك، مبروك. الله يسعدك بارك فيك. نعم متابعينا، هذه الأجواء الجميلة من عرس نجم كرة القدم مؤنس دبور، الذي كما تشاهدون يستقبل الآن المهنئين من جميع الوسط العربي، شخصيات سياسية رياضية وأعضاء كنيسة أيضا، والكثير من المتابعين والمشجعين والمحبين من جميع البلدات من الوسط العربي. معكم متابعينا عبر قناة هلا من عرس نجم كرة القدم مؤنس دبور في كوبركنا الآن، وبجانبي مدير القاعة، نتعرف عليك مدير قاعة قانا الجليل إبراهيم مريد، من أصحاب قاعة ومنتزه قانا الجليل للأفراح. كيف كانت الاستعدادات لهذا العرس مهرجان مؤنس دبور؟ والله المضبوط، كانت استعدادات منذ أكثر من أسبوع، والحمد لله استطعنا أن نتغلب على كل الصعاب. ونحن في هذه المناسبة نود أن نقدم أجمل التهاني والتبريكات للنجم العربي الكبير مؤنس دبور بهذه المناسبة، راجين له ولعروسه المزيد من السعادة والتوفيق والرفاه والبريد إن شاء الله. تحكينا عن الطعام، عن التضيفات اللي كانت جهزتوها في هذا العرس. نعم، لقد تم إعداد الأطعمة المختلفة من قبل أشهر الطهاة في البلاد، وكذلك النوادي أيضا استحضروا أو استخدموا من عدة أماكن أصحاب خبرة عالية، والحمد لله لقد تغلبنا كما ذكرت آنفا بأننا تغلبنا على كل الصعاب. مبروك. نحن أيضا نرحب بقناة هلا وتلفزيون بنت ونشكركم على هذا اللقاء. تحياتنا. شكرا لكم جزيلا. شكرا أستاذ إبراهيم. نعم متابعينا، يعني هذه الأجواء الجميلة هنا في كوبركنا في منتزه قانا الجليل في كوبركنا الذي يستقبل الآلاف في هذا العرس. Yeah.
احلى منتزه قانون شديد. حياكم حياكم وتسجيلات رفعه على مسالين. يا سلام واحلى طباخ يا عبد الله عبد الكادر حبيبنا. اشوف وشيخ عليكم وشيخ عليكم جينا يا بالقبور وشيخ عليكم يا حي يا حي يا حي العريس. لا يقع عليكم لا يقع عليكم لبس العباوية لا يقع عليكم عديد الخير يا ابو قاسم يوم الافراحي خيل الرماحي خيل الرماحي تلقاك لك يا مونس خيل جينا ساعدكم جينا يا بالطبور جينا ساعدكم أهلا بك يا باشك يا مالك دم فرحتكم يا بن قبور هي دم فرحتكم شعل الحي حبيبي نعم يا الغزالين نعم
شك واحلى عصير يا ابو صبرا حبيبنا احلى ملك العلم صوص يا ابو صبرا Hey!
صاحب هدي أغلى الحبايب
نتواصل وإياكم، أهلا بكم متابعينا عبر قناة هلا من عرس مؤنس دبور، وبجانبي النجم بيرام خيال. إيش بتقول للعريس النجم مؤنس دبور اليوم؟ أول إشي مؤنس نجم كبير، أخوه صغير لإلي، بتمنى له نجاح وتوفيق في حياته الزوجية
جايين هنا نفرحوا هنا كل العالم هون جايين يفرحوا بالليلة الحلوة. فألف مبروك مني ومن الجميع وبتمنى له يضل متألق دائما كمان. نعم يعني هذا الحضور المهرجان الكبير بيعطي مونس دعم للمستقبل كمان. مونس دبور نجم كبير، كل الوسط العربي مفخر فيه، انا مفخر فيه. وبس عن جد الواحد يتفرج على العالم اللي جاي تحترمه وتحترم عائلته كلها، بيقول انه مونس بني ادم كبير، لاعب عريق، جاي نفرح معاه. بيرام كيال ايش بقول للوسط العربي للجمهور اللي بحبه؟ حبيبي بحب انا كمان، شكرا على الدعم ليلين وبتمنى انه تضل ايامنا افراح. مبروك يعطيك العافيه. نعم متابعينا هذا هو بيرام كيال ايضا يشارك في عرس مونس دبور، نتواصل واياكم مع هذه السهره الجميله. الشباب القرى يقول حبايب اكمل موال حبيب مجلس العريس على الاستقبال. يا ميت اهلا وسهلا بالحضور، يا هلا يا هلا.
جبل بالبحر ما مال هي والحباب وقطة طول العمر ما هي يا يابا وحنا قصة بينا الزمان هي والكبر ما مال هي والخلانة دهاي يا اجدل الشواب قل يا ابو القاسم يا ابو محمد هالفرح ما تودين هاي القاسم ابو محمد الفرح ما تودين نشامة سددين الحق والدين قل يا ابو إله رب العرش قل يا ابا اله رب العرش والله والدين الف رحمة عشاء سرب المراه ألع القصور يا ربع وبنوف ألع يحماكم الله من الحسد وبنوف ولو انا حياة المظلوم ابو محمد ولو الفرح ابن ولا معنس عريس يا زين الشباب نصلي على النبي ونشوف اللي لا فوق نستقبل احنا عريس احنا عريس يا مونس يا رفوق Yeah, he's a
والحبايب يجتمعين. صلي على النبي يا زين الليل واني شايف، صلي على النبي يا زين الليل واني شايف. هلا بالطيب الطايب هلا حلو الوصايب، هلا بالطيب الطايب والحلو الوصايب. انا غياب غليس حزم كل المظايب، انا غياب غليس حزم. يلا فوق فوق انا كبو كان على بالحمارة حبيبنا محروس هلا بيه هلا بيه حياكم حياكم. يوم الافراح يا الغالي غنينا لك يا بن طبور ونهرنا على بلد هلا بطيب بنادي حبيب الالاف. يلا يلا الشد الشد
تعال نهدو هدو هاي العيون الخيام ونس حتى اللي بالعب يوشك ور الله يلا فوق
سيدي الملعب العب 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 يا سيدي الملعب يا مونس بالملعب لا يلعب ما يتعب يا مونس بالملعب لا يلعب ما يتعب الشبه الاسمراني يا ويلي 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 يا
السهرة حلوة والواحد طلع حلوة حبايبنا بوجودكم وجود الأوادم والطيب إذا سمحتوا تدخلوا الساحة بالوسط حبايبي إخوان اعملوا لنا رزاق أصحاب الفرح حبايبي أهلا وسهلا بكم وتفضلوا كمان مرة على صف الساحة العموم حبايبنا وخلوا لنا الوسط حبايبي خلصة كرمتوا علينا أهلا وسهلا بكم قول يا رب قول يا رب قول يا رب واحلى شباب العطار حبايبي وكله ضيوف اهل عروض ضياب حبايبي هلا 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 ايوه حبايبي الختياري يا شباب اكرمونا على الصف هلا هلا اخواني اللي في الوسط حبايبي كمان مره بلاش الوقت الموسيقى عايزها سمعتوا ازبل يا فارس ازبل اخواني حبايبي حسب طلب اهل العريس اعملوا نظام يا شوزام اذا سمعتوا البطاس الله يخليكم الله يخليكم قول يا رب قول يا رب قول يا رب اليوم ولك اليوم يا عريس يلا فوق يلا فوق اللي من وسط كمان مره متابعينا عبر قناة هلا وموقع بلد في هذا النقل المباشر من عرس مونس دبور في قاعة ومنتزة قانا الجليل وبجانبي النجم طالب طوالحة ونحن في بث مباشر عبر قناة هلا وموقع بلد بتبارك العريس أكيد أكيد مونس دبور أخوي الصغير بما أنه أنا أكبر منه وكمان شهر حبيبنا مونس أنا بعرف مونس من وأنا صغير من عمري 12 سنة كان يلعب باللخاء وأنا
بمكابي حيفا، وبعدها اجتمعنا بمنتخب الشبيبة، وبعدها بالمنتخب الكبار. مونس بالنسبة لي مش بس لاعب، مونس أخ وصديق وكل شيء حلو، وكتير كتير مبسوط له. وإن شاء الله السنة الجاي تكون هاي بداية أفراح للموسم القادم إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بيطلع له هذا المهرجان لمونس؟ نعم؟ بيطلع له هذا المهرجان؟ أكيد، هذا كمان شوي عليه. مونس نجمنا، نجم كل الوسط العربي، كل طفل صغير بتمنى يكون مونس طبور، وربنا يخلي كل أيامه فرح وبهجة مثل ما هو مبسوط إسا. النجومية لمع مونس مستمرة مع الدوري الأسباني الآن؟ أكيد، إسا مونس رايح على محل ثاني محل آخر، عالم آخر، راح يكون نجم، وإسا كبار، نجم عالمي، راح يكون أكبر وأكبر أكبر إن شاء الله. إشبيليا مش آخر محطة لإله إن شاء الله. الأندية الأكبر كمان وكمان راح بيصلها إن شاء الله مونس. وسؤال أخير، وين راح نشوف النجم طالب طواحي على الموسم القادم؟ أنا باقي لإلي كمان سنة عقد بفرانكفورت بألمانيا، بعدني مش عارف، بس أكيد مش بالبلاد. أكيد. شكرا لك حبيبي، يعطيك العافية. نعم، هذا مونس، هذا هو طالب طواحي النجم الذي يشارك أيضا في عرس مونس دبور. وسنتحدث الآن أيضا مع النجم أحمد عابد الذي أيضا يشارك في هذا المهرجان. سنتواصل مع أحمد عابد هنا الذي يرقص الآن، نشارك الآن ونشاهد. قناة هلا وموقع بلد بجانب النجم أحمد عابد، نجم أبو عيلة الأبيب، ونحن في بث مباشر على قناة هلا. بتبارك العريس مونس دبور. طبعا حياك الله، أهلا وسهلا بجميع المشاهدين. نبارك لمونس، مونس قبل ما يكون لاعب كرة قدم متفوق ونجم عالمي وصديقي، ربينا مع بعض، وأنا أكيد مبسوط من كل قلبي، والله يوفقه بحياته الزوجية. نعم، هذا المهرجان بيطلع له الكل بيقول هذا مهرجان مونس دبور والوسط العربي. طبعا كل شخص عربي يفتخر بمونس دبور، وانا واحد منهم. كلياتنا مشجعين لمونس دبور، مشجعين لكل اللاعبين العرب اللي بتمثلنا في اياتها في الرياضه او في اياتها شيء ثاني. احنا مبسوطين ان يكون عندنا اشخاص وناجحين زي مونس، اذا كان نساء او رجال. نعم، وين راح نشوف احمد عابد الموسم القادم؟ ان شاء الله باقي تبعت الابيض. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لك. نعم، سنتواصل معكم في هذا النقل المباشر. تبعوا المضرب الصغير. نعم، نتواصل مع هذا العرس.
جدي حلو وعمورة جدي صغيرة صغيرة لما تصور صورة بها الصورة تمتعنا يالله يا شريف حبيبي
عبر قناة هلا الفضائية وموقع بنت في هذا النقل المباشر من منتزه قانا الجليل حيث عرس النجم مؤنس دبور بمشاركة الألاف من الوسط العربي وللنساء أيضا نصيب في هذا العرس في هذا المهرجان الكبير. وسنتحدث الآن مع عمته لمؤنس. مساء الخير، مبروك. الله يبارك فيك. تعرفين حالك؟ مريم اسماعيل دبور معلي النخاش من بير الأمير، أنا عمة العريس، عمة أبوه. كيف تشوف المهرجان مؤنس اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، يطعم كل مش والحمد لله، متوقعين هيك وأكثر إحنا الحمد لله، لأنه معروف ومحبوب أبا عن جدا. سيده محمد دبور هو اللي دعم الأخاء، هو اللي خلاه نسيره، والحمد لله الله يرحمه ويرحم أمواتكم وماتنا، والحمد لله نرفع راسنا بأخوي وولاد أخوي يطعم كل مشتي الحمد لله رب العالمين. نعم، توقعت أكيد زي ما بتشوفوا الألاف اللي شاركوا بعرس مؤنس. توقعنا وأكثر كمان الحمد لله، لأن إحنا معروفين أبا عن جدان ومحبوبين بكل البلد الحمد لله، شبابنا مناح مبسوطين والحمد لله. النجم مؤنس دبور أيضا نجم في هذه الليلة، ونجم كرة قدم عالمي صار في إسبانيا. عالمي والحمد لله، والكل بلاد والعباد كلها بتحبنا ومنحبه والحمد لله، مؤنس بيرفع الراس. والآن اللي بيشوفوكوا على قناة هلا وموقع بنت في بث مباشر، إيش بيقولوا للمحتفلين وبهنيوكوا في هذه الليلة؟
بارك الله فيهن ويخلف علينا والحمد لله. فرح مبارك للجميع ويطحم كل مشكله مثل فرحنا واحبابنا، ونحن بنحب كل شيء الحمد لله رب العالمين. راسنا بتنحضر والحمد لله، ويطعم كل بني ادم زينا لانه احنا محبوبين بالبلاد، بناتنا اولادنا وشبابنا وزلامنا ابا عن جدا الحمد لله. بارك الله فيكم، يعطيك العافيه. شكرا. عمو لا مؤنس، عمو لا مؤنس بكون انا اخو سيده. أخو مبروك اعراسكم وفرحه مؤنس اليوم. كيف جهزتوا لهذا المهرجان عرس مؤنس؟ الحمد لله رب العالمين، احنا من شهر واحنا نخطط ونسمع ونجهز، وان شاء الله الحمد لله رب العالمين. احنا بنشكر كل واحد شاركنا بافراحنا، بنتمنى لكل الناس الخير والصحه والعافيه. نجوميه مؤنس صارت عالميه اكيد، والوسط العربي يفتخر فيه، وبيشاهدوا الان على قناه هلا وموقع بنت في هذا النقل المباشر. ايش بتقول للناس اللي بيهنوا وبيتمنوا الخير لمؤنس؟ انا بشكرهم كلهم فردا فردا، بشكر الام العربيه والام اليهوديه وكل العالم اللي بحب مؤنس واللي بدعمه، واحنا الى الامام يا مؤنس، والله يوفقك وينطيك الصحه وينطي كل الناس يصيروا زي مؤنس. ونتمنى لكل الاجيال القادمه تحب السبورت والفوتبول وتصير احلى مستوى في العالم هي الاجيال القادمه ان شاء الله رب العالمين. يلا مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك وشكرا لك. نعم متابعينا وعبر قناه هلا وموقع بنت، الان يعني تبدا فقره جديده في هذا المهرجان وعرس مؤنس دبور مع فقره دبكه شعبيه، وبالتاكيد ستكون ايضا هذه الفقره فقره مميزه لفرقه جديده في هذا العرس المهرجان. كل عام وانت بخير، مبروك مؤنس. الفرقة مقدمة من قصي على السوسن العريس. أيوة 10 دقائق حبايبنا كرمال العريس، حبايبنا فرقة دبكة ضيافة الناصري. نسمع الكف حبايبنا لفرقة ضيافة الناصري ونستقبل فرقة دبكة. يا هلا يا هلا يا هلا.
يتكلم الحلوات وانتي شاركتي بالها على عين قلبي واردي يتكلم البنات وانتي شاركتي يا بدري ما شاصفه والنبواعدي لعبت زيد الموضوع جوني صار خواتي
قالوا جد النوم عن دياري تبين. متابعينا عبر قناة هلا وموقع بنت، هذا النقل المباشر من منتزه قانا جليل وعرس النجم مؤنس دبور بجانب الدكتور أنسي دبور شقيق ولا مؤنس؟ أخوه. ألف مبروك أولاً. الله يبارك فيك. كيف الشعور الآن؟ والله يعني إحنا كلنا مبسوطين وفرحانين لمؤنس ومشاركة بالفرحة اليوم، آلاف 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 الأصدقاء والعائلة والكل اليوم من كل البلدان العربية جايين عشان يباركوا له اليوم بيوم زفافه. الآلاف الآن بيشوفوا البث المباشر، إيش بتقولهم اللي بيتابعوا بهنوا مؤنس؟ بحكي لهم شكراً كثير، محبتكم عند مؤنس كثير كبيرة، بنعرف عن هذا الإشي. وتشرفونا إن شاء الله بتشرفونا، وشكرا كثير كثير على كل شيء بتقدموا لمؤنس. التجهيزات للعرس كانت مش سهلة أكيد. أبدا مش سهلة، بس الحمد لله برضى الله برضى الوالدين، كله تم على ما يرام الحمد لله رب العالمين. وقفة الجماهير وأهالي الناصر كانت كبيرة وتضامن معنا. وقفة الجماهير يعني لا توصف، يعني حب من رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يعطيك العافية. مبروك. يعطيك العافية. نتواصل وإياكم مع سهرة مؤنس دبور في منتزه قانا الجليل.
قناة هلا وموقع بنت من مهرجان وعرس مؤنس دبور بجانب النجم نجم مكابي حيفا عايد حبشي جاي تبارك اكيد لمؤنس بهذا المهرجان الكبير. اول شيء بنتمنى لمؤنس النجاح بفريقه الجديد باشبيليا الاسباني، وبالنسبه لعرس اليوم للفرح الكبير بنتمنى له كل السعاده بحياته الجديده، وان شاء الله ربنا يوفقه وان شاء الله يكمل بالنجاح تبعه وربنا يوصله اكبر واكبر. انتم زملاء ايضا في المنتخب وبتشوف نجومية هسا مؤنس في اسبانيا، ايش تتمنى له؟ ان شاء الله يضل يكمل بالنجاح هذا ويضل رفع راسنا. عن جد انسان بتمنى له كل خير وبالسهل كل خير، ومش بس هو اللي اتصل لهي المراحل. واحد زي مؤنس صعب كثير لوصل لهذا الفريق، فريق كبير كثير بالدوري الاسباني. ان شاء الله يكمل هيك ويضل رفع راسنا.
وانت كمان نتمنى لك التوفيق. وين راح نشوفك الموسم القادم والمواسم القادمة؟ الموسم القادم انا موجود بمكابي حيفا لانه بعد عندي عقد لسنتين، وان شاء الله كل سنه موفقه ان شاء الله بالتوفيق. ولا تسلم ان شاء الله. وايضا نتواصل النجم محمد كليبات، اولا اهلا وسهلا فيك عبر قناه هلا الان. بتتمنى بتهني مونس دبور بهذه العروض؟ طبعا هي مناسبه سعيده جدا الواحد يتواجد هنا ومع فرح مونس دبور. بتمنى له كل السعاده، ربنا يوفقه ويعطيه الذريه الصالحه ويتقرب من الله. وبالمناسبه هاي طبعا لكل الوسط العربي، يعني مونس نجم من الطراز الاول والكل فرحان له بهي فرحته، واحنا مبسوطين كثير من الموجودين هون. الوسط العربي كله مبسوط لمونس اليوم. طبعا مونس هو مثل اعلى لكل طفل ولكل شاب كبير اللي بياخذه قدوه، يعني فاهم. وعن جد احنا كثير مبسوطين انه احنا متواجدين هنا، وبتامل ان شاء الله انه ربنا يوفقه ويسعده، وتكون هاي كمان خطوه حلوه لكل شبابنا بالوسط العربي انه ياخذوا مثل من هيك شباب. وعلى الصعيد الشخصي وين راح نشوفك انت؟ ربنا كبير. بعد في وقت من هنا صار 8 تتبلش الليغا راح تشوفوني فريق منيح ان شاء الله. يلا بدنا نشوفك ترقص بالتوفيق. شكرا. نتواصل واياكم ومهرجان مونس دبور في مدينه كفر كنا ومنتزه قانا الجليل. Hey.
والحصري فعلا بزقاري ريودي هذا السحر الهوشي.
شوشه بكره يعلم حبتك وشاش الهوى شوشه.